كامبريدج اي اس كمبيوتر ساينس تشابتر 6 سكيورتي برايفسي اند داتا انتجريتي. تمام، هو بس بيحط شويه ديفينيشن، يعني هو في ديفينيشن وحيد مختلف عن ما احنا متعودين، ماشي؟ لان هو بيقول ان داتا سكيورتي سكيورينج الداتا، انا دايما بقول ان داتا سكيورتي is keeping data privacy. لا مش بس، لان security includes privacy، بس هو بالنسبه له، بالنسبه للتشابتر ده، ان security includes privacy and data integrity. يعني ايه data integrity؟ اللي هو يعني قصه الباك اب عشان الداتا ما تروحش. ف securing data is securing data against unauthorized access، فده privacy. Securing data against data loss يبقى هو موضوع الباك اب او الانتجريتي. وبعد كده التشابتر هيخش على فيريفيكيشن وفاليديشن، فايه هيبقى سهل باذن الله. نبدا في التشابتر، هو تشابتر بسيط، تعالى نبدا في التشابتر. Definition of data integrity, privacy and security. Data is integrity is the requirement for data to be accurate and up to date. Only accurate data and up to date data has data integrity. ماشي؟ طيب data integrity، انتوا عارفين ان انا على قد ما اقدر بجيب اسئله واحطها في النوتس، على قد ما اقدر. ليه؟ وانت بتذاكر، بتذاكر النوتس بتذاكر اسئله. مره سؤال about data integrity. Data integrity is making sure that data is correct and valid. ما هو ان شاء الله في اخر التشابتر ده هيبقى فيه validation و verification، اللي هو entering data twice، اللي هو verification أو proof reading، و validation بقى length check و range check و type check including كمان check digit. خلاص؟ طيب يبقى integrity is making sure that data is correct. Integrity ensures that data is received the same as the data sent. ما هو أنت فاكر بقى اللي checksum والاوتوماتيك ريبيت ريكويست والتشيك ديجيت واللي هو، انا اسف، اللي هو الباريتي تشيكينج، باريتي بايت تشيكينج وباريتي بلوك تشيكينج. ماشي؟ خلاص يبقى ريسيف ذا سيم از ذا سنت داتا، ماشي، وسكوبيد از ذا اوريجينال. اكزامبلز اوف تو اوف انشورينج انتجريتي، باريتي تشيكس اللي هي ايفن باريتي واود باريتي، دبل داتا انتري اللي هي فيريفيكيشن. خلاص يبقى دلوقتي يا شباب، ادي ده سؤال، ده سؤال جه في امتحان بيسالك على انتجريتي اللي هو كوركتنس. تمام؟ طيب داتا سكيورتي بقى is the requirement for the data to be recoverable if lost. الله، ما هو سكيورتي كده تبقى انتجريتي. انا مذاكر ان سكيورتي هي برايفسي، لا، security is both privacy و integrity. خلاص، يبقى data security is the requirement for data to be recoverable if lost. يعني موضوع الباك اب وان انا keep it in a way fire proof water proof والكلام من ده. Data can be said to be secure if it is available for use when needed. ماشي؟ خلاص، and made available. A data made available is the data was stored originally. خلاص، يبقى data security، هنا بيتكلم على data security. One of the requirements of data security انها تبقى recoverable. خلاص، يبقى data security، security is keeping data safe. Security is preventing of data loss. Example of ensuring security: user names و password و firewalls. خلاص يا شباب، تلاقي السؤال ده كان بيسأل عن الانتجريتي والايه والديتا سيكيورتي. ماشي؟ اما بقى برايفسي اللي هو انها تبقى كونفيدنشال. داتا برايفسي از ذا ريكويرمنت فور داتا تو بي افيلبل اونلي تو اوثورايزد يوزر. ماشي؟ احنا كنا بنذاكر ان برايفسي، ان الداتا سيكيورتي هي داتا برايفسي. هنا داتا سيكيورتي اكتر انها الانتجريتي او الداتا از ريكفربل. داتا برايفسي از نيدد تو ريستريكت اكسس تو بيرسونال داتا، اللي هي بقى داتا اباوت هيومن ليفينج بيرسون.
avoid being seen by unauthorized people. Data protection law is a law that relates to data privacy. Authentication, اللي هي يوزر نيم اند باسورد, is the verification of a user's identity. مره جه سؤال زي ما انت شايف كده, انا داخل على طول في اسئله لان التوبيك ده سهل مش محتاج شرح. Differences between security and privacy. Security protects data against loss. Privacy protects data against unauthorized access. ماشي, يبقى دلوقتي يا شباب عشان احنا هو في المنهج كده, انا بالنسبه لي data security is data privacy. هو بالنسبه له data security is keeping data from accidental loss. تمام, يبقى measure to restrict access to data. اللي هو بقى اللي هو ال levels of access, اللي هو restricted access, username and password, two-factor authentication, biometric access, key card access. الفايروول برضو بيمنع unauthorized. ايه key card access ده؟ مثلا بيبعك مثلا RFID card عشان تدخل بيه الاوض او الاماكن, هو برضو بيبقى فيه كارد علشان على الكمبيوتر يرضى يعمل لك لوب. تمام, security measures for protecting computer system. The threats to the security of a system can be categorized as internal mismanagement. أساسا السكيورتي, مشكلة السكيورتي إن أنت مش مرتب البيت عندك من جوه شركتك, mismanagement, فده بيضيع الداتا, وإحنا قلنا الداتا لازم تبقى recoverable عشان تبقى secure. Natural disaster, العمارة وقعت, إيه فيضان. Unauthorized intrusion, malicious software, virus أو حاجة. تمام, طيب continuity of operation, ما في حاجه اسمها denial of service attack. انا عاوز احمي نفسي منه لانها ماشي. يبقى continuity of operation is vital for large company ماشي that are an integral part of day to day operation of an A organization. طيب user accounts, الموضوع سريع, اسمح لي ان انا امشي بقى عليه بسرعه. بتعمل لكل واحد يوزر اكاونت وتدي له بريفليج اللي هو بقى ريستريكتد اكسس. خلاص, يوزر اكاونتس ار اسينشال ان ا مالتي يوزر تايم شيرنج سيستم, خاصه لو الشركه عندها سيرفر كذا واحد بيستخدمه مالتي يوزر. The main security feature is a user account. Is the authentication. The main security feature of a user account is authentication. Username وpassword, ولا تو فاكتور اوثنتيكيشن, ولا هنا في اللي هو توكن, سكيورتي توكن. The normal method is to associate a password with the account. In order for this to be effective, password need to be a large number of characters, اللي هو موضوع السكيور باسورد او سترونج باسورد. الاوثنتيكيشن, methods of authentication include biometric methods and security tokens. دي صورة السكيورتي توكن. A biometric method might require examination of fingerprint or face or the eye. A security token can be small item of hardware provided each individual user, provided for each individual user that confirms their identity. يبقى security device كده بيطلع secret numbers او secure numbers. كل واحد معاه device بسكيورتي مختلفة, بسيتنجز مختلفة. معاك الديفايس ده اللي انت اخدته وانت بتفتح الحساب او بتعمل اكونت على السيستم to prove your identity, يبقى دي security token. خلاص, طيب بعد كده firewall. A firewall will be a hardware device that acts like a security gate. Nothing is allowed through without it being without being inspected in without being inspected. ماشي, a firewall may be implemented as software. ممكن الفايروول يبقى هاردوير او يبقى سوفتوير. كل ده او ليفل يا شباب, انا براجع معاكم كده علشان نحل. خلاص, the firewall stops unauthorized access or hacker gaining access or to the computer network. Firewall preventing unauthorized access. The firewall monitors incoming and outgoing traffic as all incoming and outgoing traffic goes through it.
maintains an allowed list and a deny list. في حاجة اسمها white list وحاجة اسمها black list. Block transmissions that do not meet requirement. It keeps a log of transmissions. Applications can have network access restrictions. كل application بيبقى لها restrictions. ده الفايروول. في حاجة اسمها auditing، دي جديدة، مراجعة كده. I log all activities عشان لو حصل أي breach to security I can investigate. Logging all activities or changes to the system in order to identify any unauthorized use. اللي هي auditing إيه؟ بعد كده فيروس، وفيروس تشيكر. تمام؟ فيروس is malicious code، لازم تقول إن هو كود عشان يبقى مختلف عن البيولوجي. ماشي؟ copies itself and cause loss or corruption, cause the computer to crash or run slow, fill up the hard disk with data, with useless data. طيب يبقى انت تحتاج فيروس تشيكر. A virus checker, virus checker are program running on the system to check for problems. ماشي؟ It's a program carries out regular system scans to detect any viruses and remove and deactivate them. يعمل لهم ديليت، يعمل لهم كوارنتاين، يعمل لهم ديسانفكت. ماشي؟ طيب تشيك فور بوت سيكتور، دي بقى مهمه، لان مثلا عندك الهارد ديسك سي بيعمل ايه؟ لودنج للسيستم منه، فده بوتابل. او لو هتعمل بوتنج من فلاش ميموري عشان تعمل انستول لنيو اوبريتنج سيستم، فده بيبقى بوتابل، فالبروجرام اللي عليه بيبقى لودد قبل ما الاوبريتنج سيستم يبقى لودد، وقبل ما الانتي فايروس يبقى لودد، فلو في فيروس بيبقى قاسي، فبيعمل تشيكينج للبوت سيكتور. Check for boot sector virus when the machine is first turned on. ماشي؟ or when an external device انت كل ما تدخل اليو اس بي بيعمل عليها تشيك. Check a file or web page when it is accessed or downloaded. برضه لما تيجي تعمل داونلود لاي فايلات. Anti malware، ما هو بص يا شباب، malware دي is the collection for لكل الماليشيس بروجرام اللي هو الفيروس والادوير والسباي وير والرانسم وير. خلاص؟ يبقى ادوار مالوير هيشمل الورم. ماشي؟ بعد كده فيشنج وفارمنج. خلاص؟ طيب ما خلاص، ما الحاجات الشابتر ده بسيط جدا، تعال نخلص منه وايه ونحل عليه. الانتي مالوير بروجرام او الانتي فايروس سكانز فور ماليشيس سوفت وير، كوارنتاينز لو هو مش قادر يعمل له ديس انفكت، مش قادر يعمل له كلين، هيعمل له ايه؟ كوارنتاين، يعني يحطه في الحجر الصحي كده، الفايل يبقى موجود، خاصة السيستم فايلز مش قادر يعمل لها كلين، مش قادر يعمل لها ديليت، بيعمل لها كورنتاين، الفايل موجود والفيروس فيه والفايل بيشتغل، بس الفيروس مش بيبقى اكتيفيتد لأنه ايه؟ كورنتاين. Or deletes any malicious virus found. Scans can be scheduled وايه وشود بي كيبت اب تو ديت. طبعا الانتي فايروس لازم او انتي سباي وير لازم يبقى اب تو ديت. الورم زي الفيروس بس ستاند الون. ا ورم از ستاند الون بيس اوف malicious سوفت وير. الفيروس لازم يلزق نفسه في فايل، لكن الورم ده هو كده بروجرام لوحده بينتقل بقى على النتورك، لان هو هينتقل ازاي؟ ما هو عايز فايل يلزق فيه لما يبقى في نتورك كونكتد، لوكال اريا نتورك، وايد اريا نتورك، هو بينقل نفسه بقى. That can replicate itself زي الفيروس، corrupt اليوزر وديليت داتا زي الفيروس بالظبط. Consume الباندويث، بيبطئ لك النتورك لان هو بينتقل مع الداتا. تمام؟ Avoiding worm، اسئله امتحانات يا شباب. Running antivirus software in the background. Keep the antivirus up to date. Keep the operating system up to date لأن الأوبريتنج سيستم كمان بيبقى فيه، الويندوز دلوقتي فيها ديفندر وفيها ريل تايم بروتكشن، فمحتاج برضه يبقى up to date. السبام اللي هو الانوانتد مسجز، والفيشنج والفارمنج بتوع الاي سي تي او الاو ليفل كمبيوتر ساينس، يبقى سبام انوانتد مسجز اهي داخله معايا برضه من ضمن الاي بريكوشنز عشان اهرب منه. يبقى unsolicited email containing advertising material sent to a distribution list. The user's inbox is filled by large amount of unwanted email.
بتلاقي انت الايه السبام فولدر بتاعك مليان جدا. بس برضو في ايه الميل بوكس بيبقى فيه ارتفيشال انتليجنس تو فلتر اوت ايه ال unwanted messages، بيخليها في السبام فولدر وتتمسح. avoiding spam. The user email server employs filtering software that can divert or delete spam email. بعد كده phishing وfarming. phishing اللي هي fake email بيبقى زي السبام بس بقى specially designed to trick you into engaging with it. خلاص، يبقى phishing is an attempt to acquire sensitive information. يقول لك reply باليوزر نيم والباسورد، يقول لك دوس على اللينك ده يوديك على فيك ويب سايت، ما هو الفيك ويب سايت هو فارمنج، يوديك على ايه فيك ويب سايت علشان تعمل لوجن في الفيك ويب سايت يسرق هو الاكونت. ما انت لما تحط اليوزر نيم والباسورد في الفيك ويب سايت وتعمل لوجن هيبقى سبميتد للايه للهاكر. خلاص، طب هما الاثنين بيشتغلوا مع بعض ماشي. اوفن فور malicious ريزن، ما هو بقى بيقعد تريكينج يو عشان يسرق فلوس. trying to deceive the user through the content of an email to obtain somebody's confidential data او install malware او يبعت لك لينك على فارمنج. الفارمنج بقى بيبدا بايه؟ ان انت بتعمل فيك ويب سايت وبعدين بتحط malicious code is installed on a personal computer to a to redirect you to a fake website ماشي without their knowledge. malicious code will redirect the traffic from to the traffic to the genuine website to the fake website. the domain name server برضه may be infected. يديك بدل domain name server بدل ما يديك الاي بي الصح يديك الاي بي بتاع الفيك سيرفر. طيب خلاص، security measure for protecting data. ما احنا اتفقنا هنا security is about protecting data from data loss. There are a number of scenarios which require security method protecting data. Three discussed here are data loss, access to data, protection of data content. تمام؟ يبقى ايه؟ causes of data loss. ايه اللي هيجيب لي data loss؟ ماشي؟ accidental data loss. Disk get corrupted. Disk is destroyed, system crashes, file is erased or overwritten, location of file is forgotten. كل دي accidental data loss. طب recovering from data loss، تعمل باك اب بقى. بس هنا الباك اب بقى بيبقى له باك اب بروسيدير، وليه بقى ايه ان انت تعمل له يبقى الباك اب يبقى in a remote place عشان لو حصل natural disaster وقع لك العمارة. A system therefore needs a backup procedure. The system administrator has to decide on the details of the procedure. عاملها هنا بقى procedure خطوات. The principles of the procedure traditionally بتعمل full backup at regular interval. We keep two generation، يعني انت بتعمل backup وبعدين تعمل backup ولما تعمل الثالث ابقى امسح القديم بس keep two generation. وبعدين بقى الداتا اللي هي لما بتغير بعض الداتا ومش بتغيرها كلها بتعمل incremental backup. يبقى انت عندك full system backup keeping two generations وبتعمل incremental backup لكل change. For maximum security disks are stored backup disks are stored away in a fireproof flood proof location. خلاص backup of data كل دي بقى من الامتحانات. Regular copies of data are made. If data is corrupted it can be restored. Disk mirroring معاك برضو عشان بشوفها في الامتحانات. بيعمل ايه؟ مش بيستنى اخر النهار ويعمل باك اب. كل ما تحصل ترانزاكشن تتسيف على اثنين ثلاثه هارد ديسك في نفس الوقت. ليه؟ بنوك بقى وحاجات يعني مهم. دي اسمها ديسك ميموري. ديسك ميرورينج. All activities is duplicated to a second hard disk in real time. انا حاطط لك هنا صوره اربعه هارد ديسك. So that if the first disk fails, there is a complete copy available up to date لحظة بلحظة. دي اسمها disk mirroring عشان جت في الامتحان. طب restricting access to data. ال user name associated مع access rights ما يفتحش كل الفايلات، وفي فايلات يفتحها read only، وفي فايلات يفتحها read and write. ماشي؟ يبقى authorization policy gives different access rights to different files and different individuals. طيب ال authorization is the definition of user access rights. يبقى دي اسمها
authorization غير الاوثنتيكيشن. يبقى انت بتحدد للواحد ايه الاوثوريتيز بتاعته. ممكن مثلا يفتح بروجرامز والتانية لا، ممكن يفتح فولدرز والتانية لا، ممكن يستخدم برينترز وسكانرز والتانية لا. دي اسمها ايه؟ authorization، الاوثوريتيز، غير الاوثنتيكيشن اللي هو يثبت الايدنتيتي بتاعته. هنا بعد ما يخش بالايدنتيتي نشوف بقى هو authority بتاعته يعمل ايه. User account: User has a username and password and access to resources can be limited to specific accounts. Cannot access system without valid username and password and prevents unauthorized access to system. Use authentication method: Password should be strong or biometrics to prevent unauthorized access to data. Access rights: الكلام ده يا شباب متكرر من أسئلة. Different access rights for individuals or groups to stop editing files they are not allowed. هو معاه يوزر نيم يفتح سيستم، بس مثلا الفايل ده بالنسبه له ريد اونلي، تقدر تتحكم في هذا. Physical measures بقى: تقفل الكمبيوتر روم وتقفل، ما تخليش اي حد يخش في الكمبيوتر روم، وتخليه well ventilated وفاير بروف. Secure method: key pads, biometrics, lock doors وكيبوردز. تمام. طيب protecting data content: even with appropriate security there is unauthorized access to system or interception of data. هنحط بقى data encryption، يبقى protecting data content هيبقى موضوع ال encryption. To ensure this encryption cannot be understood by unauthorized user. هنخش بقى في موضوع ال encryption و public key و private key والحاجات دي المفروض تبقى ايه دايما معاك. Encryption scrambles data so it becomes meaningless by using an encryption key and an algorithm. If data is accessed without an authorization, it will be meaningless. It requires decryption key and algorithm to decrypt. طيب. Advantage of using encryption: if accessed, data cannot be understood. Access only to those with the decryption key. Disadvantage: hackers can still access the data and delete. ما تعتمدش على الانكريبشن بس. Encryption makes data incomprehensible بس، لكن ما يمنعش الالتريشن وان حد يمسحها او حاجه. Concurrent access method and record locking. دي تبع بقى الايه؟ الداتابيس. شابتر 8 الداتابيس. اتنين بيفتحوا نفس الفايل، فواحد يفتحه ريد اند رايت والتاني يفتحه ريد اونلي، ما يقدرش يعمل فيه موديفيكيشن الا لما التاني يخلص عشان ما يعملوش اوفر رايتنج. يبقى closes a record to second user until first user complete. Prevents simultaneous updates, it will overwrite. Application security: applying regular updates للابلكيشن. Finding, fixing, preventing vulnerabilities in any installed application. بعد كده بقى يخش في ايه؟ data verification و validation و check digit ويخلص التشابتر. هو صغير جدا، عايزين نقعد ايه؟ نحل عليه. Validation and verification دي اكيد معروفة لأي طالب درس ICT او computer science أو لا. Data integrity can be improved if appropriate measures are taken when data originally enters the system. لما بتعمل data entry، ما هو data validation والverification بيتعمل على data entry or transmitted from one system to another، يبقى ده قصة بقى الايه اللي هو checksum والautomatic repeat request والeven parity والodd parity والparity block checking. خلاص، كل ده علشان بقى data transmitted من مكان لمكان. ماشي، بس validation وverification على data entry اساسا. التانية بنسميها error checking methods. طيب validation of data entry اللي هو length check و range check و type check، ما انت هتقعد بقى تبرمج فيهم كتير في paper 2 في البروجرام. Validation is the automatic checking by a computer. It is needed to check that data entered is sensible, reasonable, acceptable, matches required criteria, range check و type check و length check. Validation does not check data is correct. هو يعرف الرينج لكن الرقم بالظبط مش عارفه. يمكن دبل داتا انتري او فيجوال تشيكنج اللي هو فيريفيكيشن بيزود الداتا اكيوراسي. الاثنين مع بعض، لان الفاليديشن بيتاكد الداتا ريزونبل،
الفيريفيكيشن بيتاكد انها كوبيت كوركتلي. تمام؟ طيب validation only prevent incorrect data if there is an attempt to input data that is of the wrong type. بتكتب تكست مطرح ارقام او wrong format للديت او out of range الامتحان من 0 ل 100، كتبت انت 101، هو ده بس اللي بيعرف يكشف. Data validation is implementing by software associated with data entry interface. There are number of different types of check. Type check, only numeric value for month. Range check, month does not exceed 12. Length check, telephone number li length. Presence check, not left blank. Format check, date has format DDMMYY. Existence check اللي هو مثلا red، ما هو اكس بتساوي red or اكس بتساوي yellow or اكس بتساوي blue، واحده من الثلاثه اللي احنا كنا بنسميها lookup check. هنا existence check يعني واحده من ال existing values، من ال permissible values، الاسامي بس بتختلف. اما بقى verification double data entry وvisual checking خلاص هشرح فيهم ايه. لو في mismatch the user is forced to re-enter the data، ما انت بتكتبها مرتين اللي هي double data entry والكمبيوتر compares اول مره مع تاني مره، they should be identical. لو اختلفوا عن بعض هيبقى ال data is not verified. تمام؟ يبقى verification دي means confirmation. خلاص؟ the what has been entered. The most common example where a user asked to supply a new password، بتكتبها مرتين عشان مش بتبقى شايفها وما تعرفش تعمل لها فيجوال تشيكنج، بتبقى نجوم فتكتبها مرتين. The user will always be requested for a password to be re-entered اللي هي verify password. Verification check that data enter matches and is consistent with the source, matches the original. خلاص؟ Example double data entry و visual check. In the event of mismatch during creation of a password. Verification does not check that data is sensible. Validation does. خلاص؟ It is only needed to ensure that data enter exactly matches the original. This only check that data is consistent by comparison of two versions. Double data entry, comparison of two versions. Visually checking, comparing what have been entered with the original source manual. خلاص؟ Verification during data transfer. اللي هو بقى ايه؟ Parity check. Even parity و odd parity. تمام؟ It is possible for data to be corrupted during transmission. ماشي؟ لو على البيت ليفل، لو 1 flipped من 0 ل 1 او من 1 ل 0. Verification techniques مسمينا هنا verification. بس انا بالنسبه لي هي error checking. خلاص؟ Need to check on some property associated with the bit stream. Parity check بيعد عدد ال ones. هيشوف المفروض يبقوا even ولا odd. تمام؟ This type of parity add parity bit, odd parity or even parity. خلاص counting the number of ones. لو في واحدة reversed هتبقى بقى ايه number of ones هيختلف. بس لو في اتنين reversed او حصل transposition error واحدة سبقت التانية هتفتكر ان الداتا صح وهي فيها double error. خلاص؟ The receiving device count the number of ones. ماشي؟ طيب ما كل الحاجات دي بقى data corruption. وبعد كده بقى parity block بيعمل ال parity checking horizontal و vertical علشان حاجتين، لو حصل double error يعرف يكشفه، وبعدين sometimes لو هي single error ال vertical وال horizontal بيجيب ال intersection ويبقى دي البيت اللي غلط بيعمل لها فليب. ماشي؟ خلاص يبقى هي دي الايفن باريتي والاود باريتي، بس دي اسمها باريتي بلوك. اللي فاتت كان اسمها باريتي بيت او باريتي تشيكينج، اللي هي بالنسبه لي باريتي بيت. ماشي؟ او انا باريتي بايت. باريتي بايت تشيكينج. اللي هي الباريتي العادله اللي هتبقى اون بايت باي بايت. دي اسمها parity block عشان بتبقى block by block vertical و horizontal. اخر حاجة بقى بعد كده ايه اللي هي اللي check sum
check sum adds up bytes in data being sent and send the checksum with the data. Calculation is redone at the receiver end. If not the same sum, then data has been corrupted during transmission. اللي check digit ده بقى validation اللي هو extra digit calculated from all other digits اللي هو مع الباركود. ماشي؟ وبعدين اللي هي modulus 11 ما تتذكرش بقى ولا تحفظ ولا واحدة فيها، يعني هو لو في method هيشرحها لك في الامتحان وهي بتيجي ايه بتفي الاو ليفل، يعني متهيألي الحاجات دي انا من زمان ما شفتش عليها ولا سؤال في الاي اس، بس اديني كده كملت لك المنهج. فالتشابتر ده كان كلمتين بساط، تعال نحل عليه. شكرا جزيلا لحسن استماعك.